سؤال من الجمهور دكتور حسام. السؤال الأول ننزل بالسؤال الأول. السؤال الأول لحضرتك: الضغط النفسي أو الانفعال أو الاكتئاب أو الإرهاق، هل هو يزيد من فرصة حدوث الصداع التوتر؟ هو بصراحة الحقيقة كلهم، يعني كل كلمة حضرتك قلتها هي مرض لوحده ممكن يكون العرض بتاعه هو الصداع. يعني الاكتئاب ممكن يجي يتشخص بصداع مزمن، القلق والتوتر العام يجي بصداع مزمن أو صداع توتري زي ما حضرتك بتقول، الأرق وقلة النوم يجي بصداع مزمن. فكل الصراحة اللي حضرتك قلتهم هما فعلا يجي الصداع بشكل عرض ليه. بس احنا كلنا بنعاني من المشاكل دي يا دكتور حسام، يعني الإرهاق والاكتئاب لظروف أو الحزن لبعض الأوقات بنتعرض لهذه الأحداث. ده حقيقة، ولكن هو اللي بيفرق هو طبعا طبيعة شخصية كل واحد والتاني. في شخصيات بنقول عليها انتروفيرت أو الشخصيات اللي هي بتبقى الإغلاقية أكتر. هل قدرة التحمل مثلا، يعني قدرة تحملي مثلا غير قدرة تحمل الشخص اللي قدامي، ولا إيه العامل اللي يؤدي لأن ده يعاني من المشكلة؟ استقبالي للأمور. أنا لو شخص متفائل بتفائل بستقبل الأمر بشكل يسير وبسيط وسهل، وبالتالي ان انا اكون عرضه للاعراض الجسمانيه بتبقى قليله. تمام. الناس اللي دايما بيبقى متشائم دايما ياخد كل حاجه ان هي ما فيهاش امل، وان هو حتى لو جاله الم بسيط ان هو مش هيخف منه، او ان هو ياخد الامور في الحياه بشكل توتري اكتر، فده بيبقى عرضه اكتر للاعراض الجسمانيه ومن ضمنها الصداع. تمام دكتور حسام، خلينا ننتقل للسؤال الثاني. اتفضل يا فندم. السؤال الثاني يعني بنشوفه كتير الحقيقه، وهو البحث عن الكمال أو المثالية. ناس كتير جدا بتبحث عن هذا الموضوع، يعني عايز يعمل كل حاجة مظبوطة، عايز يطلع الأول، عايز يبقى هو ناجح باستمرار، عايز يحقق ثروة مالية، عايز يبقى زواجه زواج ناجح، عايز أولاده يبقوا كويسين جدا، ومش كل الناس بتقدر توصل للموضوع ده. فهل البحث عن الكمال أو المثالية وعدم الوصول إليه يؤدي لنوع من أنواع التوتر والصداع التوتري؟ طبعا الإحباطات عادة، يعني كل إنسان لازم يبقى دايما عنده توازن ما بين حاجتين، ما بين الطموحات بتاعته وما بين قدراته. لو المعادلة دي قريبة بيبقى الإنسان عايش في سلام نفسي. تمام. يعني أنا قدرتي أقدر أعمل حاجة بعملها، قدرتي مش قادرة تعمل ده يبقى الأحلام بتاعتي تبقى على قد القدرات، وبالتالي مش عيب أبدا إن الإنسان يبقى بيدور على الكمال ويدور على الحاجة الأحسن لي وللي حواليه، ولكن يبقى ده بدون ما يوصل نفسه للدرجة المرضية. بالضبط. وطبعا الكمال لوحده يعني إن أنت توصل لده مش شرط، أو يعني مش شرط ممكن وصعب. بالزبط. إن الإنسان يوصل لمية في المية، لكن في 85% وفي 90% وفي 95% في تدرج ربنا خلقه، فده كويس إنه الإنسان مش لازم يبقى 100%. تمام يا دكتور، خلينا ننتقل للسؤال الثالث. والسؤال الثالث الحقيقة: إيه علاقة الصداع التوتري باضطراب النوم؟ المريض كل شوية، أو الإنسان كلنا بنصحى من النوم نمسك في الموبايل، كل شوية صاحي من النوم ويبص في الموبايل كتير، فهل ده عرض من أعراض المشاكل اضطرابات النوم وتؤدي للصداع التوتري؟ ده حقيقي بصراحة. احنا قصة التكنولوجي اللي دخلت علينا بقت تقريبا جزء من، مش هقول لحضرتك جزء من حياتنا، بقت جزء من جسمك دلوقتي. السماعة بتاعتك، التليفون بتاعك بقى مرتبط وملاصق بجسمك. فانت حضرتك بالظبط بقى زي ادمان وبشكل مستمر. فطبعا انت كل شوية وانت نايم، معظم الناس ما بتقفلش التليفون، كل شوية رسالة بترن، كل شوية عايز تطمن حصل حاجة، في خبر نزل على الفيسبوك عايز تطمن في حد حصل له حاجة مش عارف ايه، فبتبدأ تفتح، بتبدأ كل شوية زي ما بيكون جهاز الالارم سيستم بتاعك او جهاز التنبيه عندك بقى دايما متيقظ ومتحفز. فالنوم جودته بتقل، وبالتالي الناس بتاني يوم بيحصل لها، في ناس بتبانيك. كان لسه من 3 أيام عندي حد مجرد فكرة انه ما نامش موتران. يعني حضرتك طب انت بتشتكي من حاجة؟ لا انا كويس بس انا ما نمتش، يعني واخد الموضوع بشكل انا ما نمتش، فدي بالنسبة له شكل بالضبط. هل تقدر ننصح مثلا السادة المشاهدين ما ينام الموبايل ما يبقاش في اوضه النوم؟ يفضل الحاجات التكنولوجي كلها ما تبقاش في مكان النوم، وكذلك ان احنا ما نتفرجش على حاجة اثناء قبل النوم بنص ساعة، فعشان ندي نفسنا وقت يعني للريلاكسيشن قبل. تمام، ناخد السؤال الرابع.
فضل. قبل ما نطلع الفاصل وهو برضو في نفس السياق دكتور حسام، ما هو علاقة الصداع العصبي بثلاث حاجات عايزين نقولهم على وجه الخصوص: التلفزيون، الموبايل، الخلافات الزوجية. تمام. هل الثلاث أسباب دول يعتبروا أسباب من أسباب الصداع التوتري؟ طبعا احنا دلوقتي حضرتك مثلا هناخد التلفزيون على سبيل المثال، انت من وقت للتاني كلنا مشحونين باخبار كتيره واحداث كتيره وتطورات كتيره في المنطقه وفي البلد، وكلنا بقينا مشغولين عايزين نعرف، عايزين نهتم بالكلام ده، فده طبعا بيسبب لك حاله من التوتر يمكن حتى ما يكونش ظاهر قوي على السطح، ولكن بيبقى داخلي جوه كل واحد في بيز لاين كده من التوتر جواه. الموبايل طبعا بشكل كبير هو سبب من اسباب التوتر، زي ما بقول لحضرتك احنا كل شويه نبص في الموبايل قلقانين من ايه مش عارف. انت دلوقتي الموبايل بقى هو الساعه بتاعتك، وبقى هو الكالندر بتاعك اللي بتحط فيه مواعيدك وكل حاجه. خلافات الزوجيه بقى حدث ولا حرج، هنقف من الخلافات الزوجيه عايزين نناقشها بشكل قوي بشكل كبير، ولكن خلينا ناخد ده بعد الفاصل. اتفضل.